نعم عندنا الشافعية الأصبع هكذا يرفع بدي أقرأ لكم التشهد ونشوف متى نرفع التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنا بكون ماد أصبعي هذا من بداية التشهد هيك عامل هذا يدي الشمال مبسوطة على فخذ الشمال عند الركبة قريب من الركبة ويد اليمنى تكون مقبوضة الثلاث أصابع مقبوضة هكذا والإبهام هذا الإبهام اللي هو الأصبع الكبير هذا مع السبابة يكون منتشر هكذا بتكون هيك إيدي ومحطوطة على الفخذين وأقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله عند بدي أقول إلا الله أرفع أصبعي عند الشافعية أشهد أن لا إله إلا الله حتى أشير إلى التوحيد إلا الله وأبقي رافعا هذا الأصبع هكذا إلى أن أريد السلام فإذا أردت السلام أنزل الأصبع وأقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا هي السنة هذا هو السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشافعي أنه كان يفعل هذا أنه يرفع عند ذكر لله عز وجل ولا يحطها إلا عند انتهاء التشهد